نطلع على هاي القطعة، تحت بيكون مكتوب فابريك ديتيلز. هلا هون هي مبطنة ومصنوعة من البوليستر. نطلع على هاي القطعة، نيجي نطلع على هاي القطعة، فستان هذا من القطن. كيف عرفت؟ هاي ننزل لتحت مكتوب 100% قطن ومبطن. نيجي نطلع على هاي القطعة، فستان هذا من القطن. هاي القطعة التالتة، هاي من نوعين قماش. هاي لما ننزل لتحت مكتوب 20% بوليستر و80% أكريليك ومش مبطنة. هلأ تابعوا الستوري اللي بعدها عشان نشوف فرق بين القماش. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.